نزلنا النهارده الشارع علشان نشوف الناس مع ولا ضد الكابتن تامر بيسو وترشيحه للانتخابات بتاعه النادي. يلا بينا. طبعا حضرتك عرفت عن موضوع ان تامر بيسو مرشح نفسه لانتخابات النادي الهلوطه. مصر كلها طبعا عرفت الموضوع، سمعت عنه في الجرايد وكده يعني، وبعض الناس بتتكلم عن الموضوع ده. هو حضرتك احنا شغالين في النادي ليل ونهار. تامر بيسو مرشح نفسه لانتخابات مجلس بوتي، انت معاه ولا ضده؟ لا ضده طبعا. طب انت عرفت عن الخبر ده من فين؟ تلفزيون طبعا. من التلفزيون والجرايد والراديو، ساعات اتكلم عنه كتير يعني. من اصحابي. صحابك بيروحوا النادي على طول؟ لا ما اعرفوش بس اسمع عنه بصراحه يعني. في حد من قرايبك يعرفه؟ اخويا يعرفه كده. حابب الاجنده بتاعت الكابتن تامر بيسو؟ اجندته حلوه؟ حلوه. ليه بقى، بتعجبك في ايه؟ عشان هو بيساعد الناس في يشتغلوا وكده وبتاع. اجندته حلوه؟ لا ما اظنش طبعا. مش عاجباك قوي؟ لا مش قوي. نص نص؟ لا ما فيش يعني، اقل من نص نص كده. تفتكر نادي باطا فعلا يعني يستاهل واحد زي تامر بيسو؟ تمام. اجندته كانت عاجباك؟ اصل ابتدى من الصفر. تامر بيسو بدا من الصفر. دلوقتي طبعا حضرتك عارف ان تامر بيسو مقدم اجنده جميله، الاجنده بتاعته كانت بتتكلم فيها عن ايه؟ وانت معاها ولا ضدها؟ لا بصراحه هي اجنده كويسه، تكفي ان هي فيها شغل للشباب، دي جميله جدا لان يعني في نسبه بطاله كتير في البلد، فده شيء يبقى كويس وجميل يعني لكل الشباب. وبيفكر برضه في النادي ولا لا؟ كويس. هو شيء عامل ملاعب؟ عامل الملاعب. ملاعب ايه بقى؟ اسمع ملاعب جولف، وفي ملاعب وفي مراكز شباب اللي هي نادي التوفيقيه، وفي برضه نادي رود الفرج برضه مركز شباب. بيتهيألي ان هو كان سبب في حاجه برضه زي كده من الحاجات دي. واو. طبعا انت رحت قبل كده نادي الهلوطه كتير؟ رحت بس مش كتير يعني. الاجنده بتاعت تامر بيسو عجبتك؟ اجنده ايه؟ اجنده يعني الحاجات اللي هو يعني ايه قال ان هو هيعملها عشاننا وكده. اللي هي بتاع المشاريع يعني وكده؟ عجبتني. ليه بقى عجبتك فيها؟ ايه الاجنده دي؟ عشان بيقول هيجوزنا وهيفتح لنا مشاريع. اجنده تامر بيسو عاجباك ولا لا؟ لا طبعا مش عاجباني. ليه بقى مش عاجباك؟ عشان بيهتم بالشباب وملوش الرياضه وملوش فيها اصلا. تفتكر تامر بيسو مثلا الحاجات اللي هو جابها لنا من بره الحلوه دي اللي استوردها من بره، من مثلا عندك تيشرتات وكابات والكلام دوت، الحاجات دي كانت ماركتها نص نص ولا كانت كويسه؟ لا بصراحه انا ما يعني من ساعه ما عرفت الاخبار ديت ما بجيبش حاجه من الماركات دي خالص. تامر بنى لنا الاهرامات، تامر بنى لنا البرج الجميل، نحطها في حقه؟ ايوه صح. انت عارف طبعا ان تامر بيسو جاب لنا حاجات حلوه قوي من بره، يعني جاب لنا ميك اب وجاب لنا حاجات براندز والكلام ده كله، تفتكر الحاجات اللي هو جابها كانت ماركتها كويسه ولا اي كلام؟ لا تمام ماركتها كويسه. بتستخدمها؟ تمام. تعجبك؟ تامر بيسو بقى بنى لنا حاجات حلوه كتير تانية غير الاهرامات والبرج، بنى لنا ايه؟ الكنيسه المعلقه. بنحبك يا بيسو. تفتكر الكابتن تامر بيسو شخصيته كويسه ان هو فعلا يقدر يمسك النادي ولا مثلا في حاجه غلط؟ بصي حضرتك يعني الديبندز على الصحيفه بتاعته وانجازاته قبل كده والملف بتاعه نظامه ايه، على حسب يعني. الاشاعات بقى اللي طلعت على تامر بيسو تفتكر كانت حقيقه ولا اشاعات بس؟ لا هو اخويا قال لي ده اشاعات. الاشاعات اللي طلعت على تامر بيسو ايه رايك فيها؟ عارفها الاول؟ يعني في رومرز طلعت ان هو جاسوس وحاجات كده، بس يعني ممكن تكون الناس اللي هي بلاك ميل هيم او حاجات كده يعني، بس ممكن معارضين. تفتكر مجلس بوتي فعلا بيساعد الشباب؟ ده مش الشباب بس، الشباب والرجاله والحريم والمتجوزين والمطلقين. تفتكر بيسو الاب او بيسو الاكبر عرف يا ربي فعلا؟ لا ما اظنش. ليه بقى؟ يعني المعروف عن تامر بيسو السهر وكامل فارغ الكلام الفاضي ماشي بطال. تفتكر بيسو الاب فعلا عرف يا ربي؟ هو بنى نفسه بنفسه عشان ابوه كان بخيل عليه. هالي ما رباش التربيه الكامله يعني، بس في عيوب برضه، في عيوب طبعا. معلش يا ربي. ليه؟ عشان تامر خد ميراث كل اخواته البنات. انت تعرف تامر بيسو شخصيا؟ طب لا من صحابي، عن طريق صحابي. طب وبتشوفه في التلفزيون؟ بتشوفه فين بقى؟ في الكليبات بشوفه التلفزيون. تفتكر بيسو الاب اللي هو والد تامر بيسو عرف فعلا ان هو يربي ولا لا؟ من اللي انا بشوفه لا. ليه؟
عشان الاغاني بتاعته مش حلو. نقدر نقول ان بيسو الاب عرف فعلا يربي تامر؟ اه طبعا كويس ان هو طلع حاجه زي كده، يعني حاجه بتفكر بدماغ كويسه وحاجات مفيده للبلد. قريت له اخر كتاب رياضه للجميع؟ قريته طبعا. عجبك؟ اه جميل. بيسو الاب كان بيلعب رياضه ايه؟ سباحه. طيب هل بيسو الاب عرف فعلا يربي تامر؟ ما اعتقدش صراحه، يعني لان يسمح ان اللي هو يطلع عليه اشعه زي كده فمفيش دخان غير نور. يا تامر يا بيسو بلاش سهر ومرمط، بلاش سهر ومرمط. يا تامر كل اللي بتقوله اعمله، مش 70% منه. تامر يا بيسو يا ريت يعني ما تاكلش حق اخواتك البنات، لان اللي ياكل حق اخواته البنات ما يبقاش راجل. بليز يا مستر تامر بلاش تعمل حاجات زي كده، لان عشان ما يطلعش عليك اشاعات اكتر. يعني الشعب يا مصري ايد الاستاذ بيسو. احنا البرنامج بتاعنا اسمه ارجوك ما تفتيش، كل سنه وانت طيب، عملنا فيك معلم. حسيت بكده برضه. ماشي متشكر جدا. يعني مقلب؟ مقلب. ماشي اوكي. هتفتي تاني بعد؟ لا مش هنفتي طبعا. اجمل حاجه بحبها فيكي هي دي طيبه قلبك. اتفقت؟ انا قلت رايي وانتوا براحتكم بقى. هتفتي تاني بعد كده؟ لا مره واحده في الاسبوع. انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي، سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، اكتب على الليالي اسمك يا حبيبي. وانت هايل هايل. انا غلطان، انا غلطان والله ان انا فاتيت. موافق ان احنا نزيد؟ زيو. موافق ان احنا نزيد؟ زيو. ارجوك ما تفتيش، ارجوك ما تفتيش. انت فاتيت؟ لا. بتشجع تامر بيس؟ اه بشجعه. اخوك يعرف؟ اخويا يعرف. تفتيش؟ لا مفيش امل. موافق ان احنا زيع. كلمه حلوه وكلمتين حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتين قمر يا بلدي، اول حب كان في بلدي مش ممكن انسى يا بلدي، فين ايام زمان قبل الوداع. اهداء مني المستر بيسو مرشحنا للانتخابات القادمه. وطبعا مفيش تامر بيسو زي كل يوم. اشوفكم بكره وحلقه جديده، وارجوك ما تفتيش.